صباح الخير يا جدو. ايه ده انت اتحجبتي؟ اصلا انا اتفرجت على درس ديني عن الحجاب بصراحه كده خفت من اللي اتقال فقررت اتحجب. انا كمان كنت بتفرج معاها على نفس الدرس ده خفت من الشيخ لدرجه ان انا كمان فكرت اتحجب. انا مش متضايق من اللي انت لابساه، انا متضايق من كلمه خفت اللي انت قلتيها. اللبس ده المفروض يقربك من ربنا مش عشان خايفه من واحد شيخ. اسمه ايه الشيخ ده عزيز؟ والله ما اعرف، افتح اللابتوب هتلاقي الدرس زي ما هو. كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. معنى ايه الكلام ده يا اخوانا؟ هل معناه ان كل انسان نسيبه كده يغلط عمال على بطال؟ الكلام ده معناه ان كل انسان فينا ممكن يغلط ويكثر من الخطأ. خطأ بس يغلط ويتمادى في خطأه ما يتوبش ما يرجعش، لا يتوب. فالتائب من الذنب كمن سيد نوح. رؤوف رؤوف اصحى اصحى. ايه انت مش قلت لها ريح شويه وبعدين؟ ما انت نايم بقالك مده، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. قوم. ايه حاجتي؟ ايه سيدنا واستقر المركب اللي في مذكرات مريم، يعني سيدنا نوح، بتهيألي ده اللي كانت تقصده مريم. هايل 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 هايل. ننام بقى وبعدين ننام ايه؟ احنا لازم نروح للسيد دلوقتي. نام ساعة، نام ساعة واحدة وبعدين نصحى نروح بقى زي ما انت. مفيش صحيار، انت هتبلغ دلوقتي. الورق اللي قدامك يا فندم بيثبت كل كلمة أنا قلتها في توريط غادة كامل في قضية بيع الأعضاء. احنا بنشكرك جدا وأتمنى لو جالك استدعاء تشرفينا علشان نستكمل التحقيق. طبعا يا فندم. بقى يكهن الأتوبيسات الجديدة عشان يعمل صفقة لحسابه؟ لا يا فندم، غير البزنس اللي عمله مع نجلاء مورده الاساس. انا اول يا فندم ما شفت المخالفات دي كلها على عامر قلت انا مش هسكت، لازم ابلغ سيادتك. الموضوع ده لازم يتحول للرقابه الاداريه فورا. حاضر يا فندم. انا النهارده بس تاكدت انك انت من عيله هلال كامل. دي يا فندم الاوراق والملفات اللي بتثبت الفساد المالي وتورط المدعو جمال الصياد اللي هو مدير مراسم مكتب رئاسة الوزراء ومشترك معاه كمان عامر أنور كفافي، وهو واحد من اللي كانوا بيشتغلوا تحت جمال وبيساعدوا في الصفقات المشبوهة اللي كانوا بيتربحوا منها من خلال وظيفتهم. في كمان المدعوة نجلاء، دي كانت بتورد أساس مكتبي للوزارات بمعرفة وموافقة جمال، والحقيقة هما الاثنين كانوا بيحصلوا على العمولات. طب وإيه الإثبات على الكلام ده؟ أنا محامية يا فندم، أكيد مش هتكلم غير وأنا معايا الإثبات والأوراق كلها قدام حضرتك. المدعوة نجلاء كانت الزوجة التانية للمدعو جمال اللي كان بيتربح من شغلته في الوزارة مادياً وشخصياً ليه ولزوجته، ونفس اللي حصل يا فندم مع رجل الأعمال المعروف صفوت نجيب. والدليل على كلامي الفلاشة دي يا فندم، عليها كل الفيديوهات المتصورة لصفوت وهو بيقدم الرشاوي لجمال. وانت جبت كل الكلام ده منين؟ للأسف يا فندم جمال الصياد يبقى جوزي وأبو ولادي، ولما حس إن أنا شكيت عرض عليا إن أنا أكون معاهم كمستشارة قانونية للمشاريع والقرى السياحية المقامة على أراضي الدولة اللي هم نهبنا. والحقيقة إن أنا لما اطلعت على المشاريع دي اكتشفت فسادهم، بس لإني بنت هلال كامل الرجل المعروف عنه انه بيهاجم الفساد وبيتصدى ليه ما كانش ينفع اسكت. انت حضرتك بنت هلال كامل الصحفي المعروف؟ ايوه انا يا فندم، وتربيتي تفرض عليا اني لما اشوف حاجه غلط ما اسكتش عليها حتى لو كانت جايه من اقرب الناس ليا. تمام، انا هعمل امر ضبط واحضر لكل اللي ذكرتيهم. الناس دي لازم تاخد جزائها علشان البلد تنضف. ايه
أظن دلوقتي فهمت كل حاجة يا أستاذة نورهان. لا لا كله تمام يا أستاذ دراز، ما تقلقش خالص. أنا مش قلقان. يلا يا صباح الجمال. ايه يا عم خدتني في ايه؟ وايه اللي بيحصل في الدنيا بس؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا بس؟ ده ما بقاش جورنال، ده الجورنال بيشع نور. ده ما بقاش جورنال، ده بقى جنينه، جنينه وفيها احلى ورده. بصي لو احتاجتي بس اي حاجه انا جنبك هنا، قولي بس يا زكي. ها يا زكي. ماشي، تلاقيني جنبك على طول. تمام. ماشي بعد اذنك. ماشي يا زكي. واحده كمان كده. الله عليك يا زكي يا زوم. دي صور الخمس إرهابيين اللي رجالتنا قبضوا عليهم بعد اقتحام شقة أكتوبر. لقوا معاهم كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة، وثلاث لبات وخمس أجهزة محمول. رؤوف. تمام سعد. هدي طولة التحقيق معاهم. تمام يا فندم، وإن شاء الله كل اللي هيوصل له هكتبه في تقرير بالتفصيل عن سعادتك. عاوز أعرف من تميل لأي جماعة؟ أعتقد إن إحنا بعد ما نفرغ أجهزة الكمبيوتر والتليفونات اللي بتاعتهم أكيد هنلاقي صور ومراسلات، أي حاجة توصلنا لحاجة يعني. المهم السرعة مطلوبة عشان نعرف كانوا بيخططوا لإيه. المجموعة اتقبض عليها؟ ومين اللي هرب؟ بلغوا إن العملية اتلغت، مش عارف أعملها لوحدي. حاول تسيب المكان اللي أنت فيه بأسرع وقت، حالاً. أنا لازم أتصل بأخويا مؤمن، عايز أطمن عليه. يمكن يكون هو اللي هرب. وهجيب التليفون منين عشان تكلم؟ ما اعرفش، انا لازم اتصرف في التليفون. انت اتجننت؟ التليفونات ممنوعه علينا، احنا هنا في جهاد مش في رحله. اخوك لو حصل له حاجه هيبقى في سبيل الله. اهلا وسهلا، امرني. الامر لله. عاطف مدير مركز شباب اطفيح بعت لك السلام معايا. هلال كامل الصحفي، مش كده؟ مظبوط. عايز ايه؟ عايز حق العشرين شاب اللي تقطعوا من غير شفقة ولا رحمة. عشرين شاب وتقطعوا؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ بتكلم عن حادثة الأوتوبيس اللي حصلت سنة 2004، والشباب اللي انت تجلت بعضها، انت وعاطف. عاطف الوحيد هو اللي طلع سليم من الحادثة. ايه التخاريف دي؟ تريس تريس يا مولانا. مش يمكن الناس بعد ما تقرأ مقالي عن كواليس الحادث يبقى ليها رأي تاني؟ الناس ما عندهمش غير الجهل والفقر، والجهل والفقر دول هما اللي بيخلوا الناس ما بيفكروش غير في حاجتين قوت يومهم علشان يقدروا يعيشوا، ويعيشوا بما يرضي الله. ليه؟ علشان يدخلوا الجنة، والجنة احنا اللي نعرف طريقها وبندلهم عليه، علشان كده بيسمعونا احنا. انتم مين؟ احنا أولي الأمر، نحن رجال الدين. اللي زيك هم اللي بيشوهوا الدين، بيستغلوه لتحقيق مصالحهم، وهي دي حقيقتكم اللي انا هكشفها للناس. طب ما تعمل كده يا اخي، هو حد كان حيشك؟ ما انا كمان هطلع لنفس الناس واكشف لهم حقيقتك، وهقول لهم انك علماني كافر. مين اللي اداك الحق انك تكفرني؟ انا عارف ربنا كويس، وعلاقتي بيه مش محتاجه واسطه ولا وصايه من حد. وانا بنصحك يا هلال، بلاش تقف في وجه الطوفان، خليك في المركب معانا عشان توصل لبر الامان. المركب دي هتغرق بيكم لما الناس تعرف حقيقتكم. يا اخي انشر زي ما انت عاوز، فلقتني. الناس يعرفوا حقيقتكم، الناس يعرفوا حقيقتكم في ايه؟ هنشوف هنشوف الناس هيصدقوا مين فينا، هيصدقوا كلام الصحافه باشاعاتها واكاذيبها، ولا هيصدقوا كلام سيدهم. علي الطلاق لا يولعوا فيك النار انت وبيتك. النار دي هتحرقك انت وصاحبك لما اهالي الشباب يعرفوا اللي عملتوه في ولادهم. هو انت ليه كده؟ كده ايه يعني؟ تخليك صريح وتيجي دغري. مش عارف، حاسس ان الموضوع ما بقاش عاجبك زي الاول. ليه بتقول كده؟ مش عارف رضا، هو انت بتحبيني زي ما انا بحبك ولا لا؟ ماشي. عموما يا ست انا هسيبك براحتك، مش هضايقك تاني. عايز ايه يا زيزو؟ عايزني اقول لك بحبك؟ يا سيدي بتنايل بحبك خلاص. انت قلتي ايه؟
بحبك. لا انت قلتي زيزو، انت دلعتيني. انا هكلم الليلة اقول له. انا قلت حاجة أهم. سألوا بقى. أنا قلت حاجة أهم. مش مهم اللي أنت قلتيه، دي أهم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أوعى يا عم، 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 يا رضا، يا رضا، هات الموبايل.